He's hit the post. Disaster for Japan. The UAE now have the chance to go through to the semi-final. أنا رحت أستراليا يعني أنا شخص ما أعرف أتكلم إنجليزي يعني عانيت في السفرة لين ما وصلت الشعور ما تخيلت أن توصل مرحلة أنها طيح الدمع لكن المشهد هذا يعني أنا للتاريخ أنا طبعا حياتي اليومية عادية يعني أطلع من البيت وقتي مرتب العصر أطلع العزبة عندي حلال بوش واللي هو تراثنا وتراث أجدادنا تراث يعني الإمارات اللي متربين عليه كرة القدم مهمة وايد لي الناس ما عرفتني إلا بهذه الكرة لأن هذه هوايتي وأحب منتخب بلادي أنه يلعب كرة دائما أكون موجود سبحان الله يعني أي شخص يعني يتفاعل Next for the Emiratis Khamis Ismail who is a rock in front of that defensive backline he can hardly watch he's almost in tears an Emirati fan مباراتنا مع كانت مع اليابان مباراة صعبة يعني اليوم فريق اليابان من أفضل الفرق في آسيا نلعب معاه نجيب هدف المنتخب الياباني يسيطر على المباراة يضيع كذا فرصة انتهت المباراة 1-1 ولعبوا ضربات الجزاء كاميس إسماعيل puts it over the top and we're back square he's definitely in tears يوم جيت وصلت الإمارات هني يعني وايدين في ناس يعني استقبلوني يعني تأثروا من هذا المقطع كمنتخب دولة الإمارات هذا منتخب الوطن منتخب يمثل عندي يمثل الدولة كلها يعني هذا واجب أني أنا أكون خلف المنتخبات يعني نحن ما صعدنا إلا مرة كأس العالم أتمنى أشوف منتخب الإمارات حالياً بطولة آسيا عندنا في الدولة يأخذ كأس آسيا كرة القدم حب عشق ما فيها كبير ما فيها صغير تجمع الناس حريز حمد المنهالي